بعد 50 مرة وغفر له ذنوب 50 سنة كان فعل لي بوش كيف غفر مؤلم جني ذا بس ما لا بشفن جي ويعفي البكر توجي معنا خد توجي شفن جي ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من درى قل هو الله أحد أثر مرات بني له معنى قصر في الجنة ومن كلم معناه نجمل معنى قل هو الله أحد لا بمعنى سبقه هذا أثر مرة ومعنى معناه بيرف الجنة ومن قرأها 20 مرة بني له قصران في الجنة سجمل معنى لا بسبقه لا بنوغس ومعنى كبير ومن قرأها 30 مرة بني له 3 معنى قصور في الجنة سجمل بشفن جدي ومعنى معناه كبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إذا تكسر معنى قصورا ومن ستكون من دي هذا كلام معنى أن الجنة لا بسبب معنى كبير الجنة جن دي معنى كبير جامن كيو كنو بي لذن كبير جامن كيو كمي جاري مو نمي بيبار جامن كبير الله كبير جامن كيو حي الجنة ونون أمي كم سيدنا عمر أمي جي كنو بيبار جامن كبير الله نمي جنة سيدنا ما يهدن كبير جامن كيو حي الجنة aha ko winde de ko wadi rek kam ina wolo wi non alla faami maana annabi sallallahu alaihi wasallam bagala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sa umu dali ani bi halani bi tan maana ko may dedo buri dum yaaj wolo mina ina je ya faida di bulu walla annabi sallallahu alaihi wasallam man qara qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fi lam yusann maana ana fi qabri maana satay maana o jangi qul huwalla e der nyawmo yewi o may on don yato mo jangal qul huwalla e der nyawen so may maana e der qabri makko ala mun tari en ki den tan fitam mun arata do lorru dem taara قولي كنون نجل معنا وأمن كي معنا من دغدة القبر معنا بيتر قبر كي هبتان وحملت الملائكة يوم القيامة معنا بأكفها حتى يجيزه معنا هنا على الصراط إلى الجنة يعني كي ملائكة يتجمع دونهم معنا سيهم يمن تتسيرات ملائكة معنا هنا فايدهم برب ملائكة يبدلهم ورب ملائكة يتجمع كم نعم تسينا أجابوا كم تنبيرات قولي كنون نجل من قوله صلى الله عليه وسلم وَإِمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِينَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ نَفَتَ الْفَضْلُ عَنْ أَهْلِهِ أَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَأَنْ الْجِيرَ ستجعلنا تقلما وبعد الآيات هو أجنب قل هو الله أحد داو القوز اللي نابتا قلمان لي ومعنا مار باس المعنى دو قلم ودو قلتين قلم باس ليه حسا سوين اندالي هاو هاو هل سوى مجوك هل سوى مجوك هل معنى أنه لا أهل قرنه ثم قال رتوه يا معصر قريس وفي جونن معنى أنه قريس ينقل ما ترون أني فائل فيكم معنى حكجير بلغرهم قالوا خيرا نبيكم مجرهم أخ كريم خامسي بتدل وابن أخ كريم كابي مسي بتدل ثم قال معنى رتوه اذهبوا أنتم الطلبة جاء انو غني ولي تاوي فاتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا كان بفو ما انا غير اوفي وفي غتورين دي غفو يا هدي تكلم وغير كان الله ام كان منه ان وثم فبي جاكن كل قول فبي ذلك سمي اهل مكه الطلقه مين ذا ما انا نقول له ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ما انا غدو ولي جماعه فقام اليه ما انا علي بن ابي طالب سين علي اري ومثال كان في يديه الذي ما انا تكر ما انا كسود فقال وينو يا رسول الله اجمع لنا بين الهجاجه والثقال وي نجوبن تكر ده يرانو فقال رسول الله النبي أين عثمان بن غلام؟ عثمان بن ربط إيا له عثمان نطا فقال هاك مستاك جاكو تابي ما يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر عندك نرامكم نقول هذه رجل واجتمع الناس معنا للبيع عندك هم قدرين بأي النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معنا إليهم رسول الله على الصفا النبي جوري لسهاده وعمر بن الخطاب أصفر منه مرنا لس يأخذ على الناس فبايعوه على السمع والطاعة كان بفو معنا بناس بأي النبي يجب له عندك نمكو هاي
جنجبة فما استطاعوا فلما فرغ من بيئة الرجال بايع النساء لأنه سيري عن كتير ورقن قريبة وحال دنو يوم نصر من يوم حاجبي دلوا بمعنى أنه كجر وقد أهدقر به الأنصار أو أنصار النصار فيه فقالوا فيما بينهم هنك اللي نبوتي هنك جميكا بمعنى أنصار ينقل أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده يليم به demi kam man madina na gel tawino madina lansar konji mana annabi sallallahu alaihi wasallam allah bi sari mana no leedi makko yimbe makko tanan ka do jodi han demi non ga fagaara mana o yi ma zaqultum de do yo ko bi don tawani dum ga de gaadu la sey ya rasulullah demi min kala ne dar balam yadal bi ma ta'abbaru han ka do won don ha boyo kabru wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ma azallah النبي يدن مولي أنا المحيا محياكم أو ينقول لكم قول لمن أنا مجنون والممات مماتكم ما أدنكم ما يدمر وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أنا بعد فتيا خمسة عشر معنا ليلة وين لما أنا تقل لمكة أدتها بلد سبوجة يقصر الصلاة المستجول ثم خرج إلى هوازن ما أنا نسجل أنك رفيته بيدن ما أنا يدخلون بين أرضي دين الله دين ال يعني أنا أفواجا ما أنا كبدن دين ثم ننفصل فيه ما أنا نسن بهم درد بكاية جتوال جواب عنك يا مدو عنك إن دين هو رأي جتين تنكو جواب عنك أني بو عنك سبحان الله بهم ديدن عنك واستغفره ما أنا نسجين إنه لكم جواب رأي كان ولا أتم توابا كواجا بوتو عنك تنو هيتنك ما أنا كبتن سبحان الله أستغفر الله والحمد لله إنه يكون المقام كتنفاني صلى الله عليه وسلم ما دارون ما انا لان ان يا او غبوي ما انا جبل ابي قبيس ونود ما انا فركند كند هنكدي هنكدي يا لين الخار يا لين الخار لان ان ما انا لجدي ما انا نوتون 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 هاي لان كان بكو ما انا انكدي بغري ben jetti maana ben dari o wi be maana do dari do koy do haa so tay mi yon tagal le do haa maana pucci nan do ko ko neeri ina dara yen de modon o don jaba ha ben bi ma ha ben jaba sabo maana min meedani jari borade ma halde ma fenan o wi dum non maana o wi inni nadhirun lakum bayna yaday awad sadid o wi dum non ngoni ko jeetti ndam maana yon den to maana no lepp ciatuli dum gar kulon alla waaji goto ne mako ba mako cawni ina wi maana ana abudahbi on do ni mo atakallak ali hada ta'utna on ni mo maana ali mo kongol kongol bi mo maana ko deedo golle fuu no dirdami andi kay on ka haati jab maana ni woni kulisi deedo bi non kongol gol non naati ali sallallahu alaihi wasallam ko wi dum non andi non Allah non jassu ba min jotta jowiraano non tendini maana wi tabbata maana maana perti o wi abiyada maana juude dida abila habin maana wodo gor wodo juude wodo degam juude makko maana ya alhadi makko maana juude perti tan de perti ha ko non ne kay wotop tan ko hore makko fole kay tan ko ne ko perti ma sabo maana hono halki ha kanko ne fokay jomiraado wi kanko fone kay maana o berti den non o wini ko wi haado o wi maana hono wi perti bire jogi maana bibbe bire jogi jawti maana fa jomiraado non e bidi wi ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab ma aghna nafatani halata mu halkar anhu ga mako maana maaluhu jawdi mako ni ko ma kasabe ko fajjiti ko maana ko jogi jawti ko fajjito ko kay hu ne nafata man ta اجبلا وان نو سيسلا نارا ذات لهب سيسلا مفرس ميرنا نيد نارا جينغ ذات لهب جوميرال دوبيتغول جينغ نغاندا هارما كو جوميرال دوبيتغول وما نانيد مو مسميرن نيان نا نيان جايلنا ني فو بيدو ولا جايل نافتو هايلا تاني تاي معنا وانا كان كوتا كان كوني تاي ومراتو وان دي جوم سودو ماكو معنا وان بيتينا كو ام جميل وان دون نون حماله الحطب كودون تونو دو معنا هن لت معنا ولا بيا كيين ان ادي بالا الله النبي صلى الله عليه وسلم سو بالي يوف يوف رفا نديان كو ندو نون دين دون كي افرا نديان دو مني معنا جوم رادو سيدي فاي معنا جوم رادو وي كان كوي ام جميل تيرتا هادي جا معنا تي جاي غوتو تبي كان معنا غوندتو قولي في جيدها إلى دانوكم قولي حبل مانا كان قولي دانوكم حبل مانا قول من مسد مانا أنا نبيل حيو عربادون حيو عربادون شاب مانا قول مانا أنا كارلم العسين مانا أنا ألا بني مهر مانا قدوم بميدن بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص جرس مارنان مانا مكية كنا مكيا كنا
قالوا مدنية ولا نعم وفي بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل هو الله احد نعم الله الصمد نعم لم يلد ولم يولد نعم ولم يكن له كفوا احد نعم الله اكبر لا اله الا الله نعم ولله الحمد نعم وفي قل لي عن محمد نعم هو نعم اين كنكم انا جو مراد ولو تاو نعم الله هو الله نعم احد kanko tan ko goto haa goto kanko joomiraado mo dewtaa kanko de ko goto dum non haddu dum do maana on jippaade o do ay ko kambe heeder bebe be ngari le nan ni annabi sallallahu alaihi wasallam be ndimo an annabi sallallahu alaihi wasallam an kam mo dewtaa maana sifano min jol kanko kam ko kanya ma ko kalis walla ko jam di baleeri walla ko leggal andi kambe ko dum be dewa ha demi mus maana on sif la rabba sifano min jomi anne holno jomi o bay min kam adandi allah jamin ko nimay allah jamin maana holno ko nimay ha o wi non gulli an muhammad huwa nayno kanko jomi o allah wahad allah ko allah ahad goot ko on tan maana on dewata allah ko kanko woni allah as-samad mo ganda hawane ma ko paandi ceet aha mi ko paandi ceet de dendangal al haliji makko kay ewa dendangal al haliji mi ko ma ko paandi ceet sa cel sa nyawdo sa dur sa may sa galo sa bas ko ni dafo kay kono kanko allah paandi fuda ke kanko joomiraado lam yali o jibinaani maana o jibinaani o jibinaani kay ma taaro ne tek ko kay haa ciiro ne walam yali walam yulad kadi maana o jibinaako bi mo jibinaa kay ma taa alaado fuddi e dum kadi hadi mo wodde ko do fuddi sinna maana woodi nan o jibinaano walla o jibini alaari woto no maana an kadi wonde mo ko gaaji gasata e sene de jibinaa kay hebata ke walam yakun laa naashu lahu wa nadam kufa an maana fasahatun hay goor wonde maana hano kanko ko fa ko galle kaari galle kaari ala wanano kanko faso faso ala nam dum dan maana kadi en jantino tan maana hono suratul ikhlas ina heewi maana an kadi maana na fayda mi min heewi maana na fayda fayda mi dum non maana hono ina debi heewrude an set kon tan maana kadi ko gelle ma ganda hada ma rabbe maana hono fayda dum kadi maana hono labbe maana hono kadi debi an set wana ha معنى أرمان لي كل خلاص لبنور ثانية تنزيل معنى لي ونو لي خلاص صحاني لتركة لكن هو قوان غيما ايوة لبني بنج الله عندك على كل وتصونا الله برنا معنى لي معنى ثانية تنزيل ثالثة تجريد لأن من تعلق بها تجرد عن الأغيار رابعها التوحيد لأنها دالة عليه معنى أن تنزيل التوحيد سبسي بها جلفوا الأجل قوي كون ان كان معنا خامس النجا بنجاة قارئها من الله ان هي سوره النجا طب ان دون معنا جنگو ولدي سادس هل ولايه معنا كون ان كان ان هي سوره الولايه لان من تعلق بها اعطاه الله الولايه قال جوجو سيده مر مالك لما ديابا سادسها النسبه معنا ان هي سوره النسبه لقوله في السؤال ان سب لنا ما ربك ان اكثر من جون قوي ثامنها المعرفه قوي ان هي سوره المعرفه لان فهما عرف الله تعالى معنى كلفان بن أن الله تعالى أنه رفعه في الله تاسوها الجمال فنبيته سورة الجمال قويل دلالتها على جميل الله على جمال الله إن تندنا معنى عن جوان نبال الله يصفاج مدنون سمع وتنزيه عن النقائص إن تنع الله قاقا أستل فبو معنى هذا يجبنا نجبنا أنت يوم كمسترا آسرها المكسكسة معنى إيه المبرئة من الصرك معنى
maana dandore e maana e sirku en ana bidaga maana sappo go maana ka almu iza maana dun no ka almu hasina bi qari ahami fi nadin ya wal akhir kende rena kala jango woni e dirina jaduna ila akhirah الثاني عشر فالسمك ما سورة السمر إن يونو بذكره معنا فيها سبسمنا جنجا السادس عشر ما خصالس عشر سبوية روا ما ناكو عن أصاق ما ناكو بيد مورون لأنها أصل الدين ما ناكو إمير ما ناكين سسا ولحديث أسست السماوات السب والأرضون سب ألا قل هو الله أحد سبا النبي صلى الله عليه وسلم ما ناسما نجري جاري إلي 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 جاري فمورون من فقل هو الله أحد هذا هي سورة العصر ما نانا سورة العصر قوي كنون كي ما نا سبوا إنما إير فألمانيا تنبيين لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار إذا هذا كي رسمون له ما نا فتنة ما نا قبر ما نا إلى تجين سبوا جيو إنه مهتا المهتدر ما نا فو هدتين لأن الملائكة تهتر الاستماع إذا قلت سرجنة ما نا ملائكة دينا غير هتار قوي ما نا سادس أكثر سبوا جيو قوال المنفرة فنو دوكنوار لأن السياطين تنفروا ما نا عند قراءتها ستريال جنة سير نجي ما نا إنه أو السابع عصر سبوا جيو ديو وسورة البراء النبي سورة البراء لأنها براءة من الشرك إلى تنمى الكذب الثامن عشر بطل سبوي جيتا المذكرة معنى سفت نور لأنها تذكر الأبد معنى خالص التوحيد إلى سفتنا معنى زيادة الله معنى كل هذه معنى بنج توحيد سادنجنا أسست ما معنى أنه معنى تندنا توحيد بنج الربيل التاسع عشر بطل سبوي جينا يو وأن نور النبي معنى سورة النور لأنها تنوير القلب سعد جنجنا معنى إلى نور دنا معنى نبرنا جنجو معنى بطل نور قاسو وسورة الإنسان وليكن أنك أي معنى وليكن سورة الإنسان سمع الندنج لأنه معنى سبك أي لا لأنه سبك ندنج لا غنى له يمدنا على النظام أنه معنى قاقا سمع الندنج كان قل ندنج معنى وهو يمدنا لقاقا الله يقول هو الله كان قد معنى ربنا كوا كان قوني سمد جنة قال لدنج قد قل هرجنا وقد وردنا في فترة حديثة كثيرة إن الجولي نون معنى بني مير قل مير فإذا أجيكي هذه الأجيكي وبينا هلكم قول معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينام على فراسه فيجد معنا عن تراجده إلى الأدمة التيرمة فنام على يمينه أولى ذري معنا بنجم وكنام ثم قرأ قل هو الله أحد مئة مرة وجنجل الوسي مار معنا على أبي كامدا فإذا كان يوم القيامة ستين يوم درقاري يقول له الرب عز وجل جوم لا ربي نوم يا عبدي ادخل بيمينك بيمينك الجنة معنى عن مثل ما ناسر نعم ما قوى معنى عن الجنة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حني صلى الله عليه وسلم من قرأ معنى قل هو الله أحد هذا أبو سفيان وهذا أبو سفيان يا عبد الله كوكان الله كرام كان الله ما رسال دمو وانا عينه فتاني أدرك نوعه دون أن كريم أدي سلامة شوارا أولي قال ما أنا النبي أولي قال ما أنا النبي فقلت يا رسول الله إني قد أجبت وإني دين أجيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رأى عباس إلى رهن وي ما أنا كان عباس النبي نو ما أنا أبو سفيان نو ما أنا تجبني منكو بالي قول ما أنا هابت ستي ما أنا هنا بيتي قد نايم مدوهن أبو سفيان نايم ستي ما أنا موك هابت دين ويتي ما أنا هنكتي ما أنا هنا أجم دين يتني وما أنا هنكتي جدي دين كان قوي يتيوها كان قوي ما أنا هنا أبو سفيان maana o yetti maana hono o seenni Allah o jabiyan ba sunan jabiran maana won goyi ban min o wi alam ya'mal maana laka anta alama an la ilaha illa Allah qala maana bi abi wa ummi maana anta wa ummi ma ahlamaka wa akrama wa awza laka falamma zala maana bi hatta aslam qala maana ala abbas ya rasul Allah inna abba sufyan maana rajulun yuhibbu al fakhr kobi odo non ko gorko jidda maana man fe ko jom man yiri wa fajalla hu sayyam maana yo ko baran damo e bangi nemaaji to yeyi to danyano wasiri makkanaabe kadi o danyano akke wone de mawdu den o wi non maana dum woni ko o faja allah sayyam o wi mo maana yon ko baran dam galana o wi man dakhala dara abi sufyan fa huwa ani
ومن أغلق ومن أغلق بابه عليه فهو عالم ومن دخل المسجد فهو عالم وفي أبو سفيان الجبيع ألم هو مكة وفي بيع مكة ناجي كلما أنا جبتون الله أنا ناد سود الله نو فانك كولي من برشاد كلا نادو قال ما كولي من برشاد يعني دواني ما فانا قري أبو هيل dan mana umani ko wi mana man dakhala mana dara abi sufya fa huwa amin wa man aghlaqa mana ana babahu mana ali fa huwa amin wa man dakhala al masjida fa huwa amin falamma zahaba li yanṣarif mana lana karu idiwat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadithu mana ana bi majil wadi hatta tamurru bihi jinudillah sokoy moton qala mana fa fa'al akadimi jey wa mara mana bihi gaba'il ala rayati kullu ma marra bihi gabila den kan ko on abbas o je tan mana nawi mana ana abi sufyan o wadi tan weldu wotu tan de joldu pour ha holla abu sufyan den tan himma galla ma woni kan katan kala fan fetti wittini non tan nam yogi a dara fomu hinde bo wittil don tan abu sufyan wanni je jum i dem hol ben do ko bani kari do ko liñu kari wul i dem hol ben do liñu kari wul hol ben do liñu kari wul kan katan dara ko wittol tan tan ya ka tulon be ti ni mi angal kulol ma na be ti ma de aha kan kadi non o wori non o wori non o wori kan ka jangal ko le liñu bi to ma na na ha non an nabi sallallahu alaihi wasallam on de ko mo فريقنا أن يكونون وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى ما نعنى منهم إلا الحرق من الهدي أنت يتعلمون أن تركوا السلماج إجارة ليس عينينا فلا على ما نعنى به سبحان الله كما قال أبو هنا أبو صفيان قوي من هؤلاء يا أباس والدين قوي قلت ما أنبيم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي في المهاجرين والأنصار قال وي ما لأهد بهؤلاء المسلمين ليه هي قوتل نادمير سمي ولا داغة معنا ونا حتم والله يا أبا الفدر لقد أصبح معنا هنا ملك بني ملك ابن أخيك عظيما قوي عندي هكذا لا مسجد ملام بي مسجد ما هكذا ما هو قلت ويهك إنها النبوة قوي بي ملوك أن يرغن إبعانك يرغن إبعانك يرغن إبعانك معنا ونا لا مقوان نباك وقال معنا نعم قوي إذا قلت معنا على آن قوي الحق الآن لا نعني في قومك فحذرهم معنا ظنون يلنامهم تاي ممنا إذا قلت لهم فألهج الآن بقومي يا جوني فارفوا ليما فحذرهم سيئي كوي عن كثير يلتني فخرج سريعا حتى أتى مكة فألف سرخ في المسجد ويتند جماعة وولي بأعلى صوتي ونرد فلك وولي يا معصر قريش إيه من تنتا قريش ينقر هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به محمد الدنيون كون قالنا هذا محكم قالوا وكيف الصبي جميع جون حنا بتن هذه محمد بن علي يجي كان قالنا حتم قال من دخل دار ابي سفيان ما وصل هو من دخل دار ابي سفيان ما انا فهو عامل هاي كان كان هو دون هاني هو يعني من دخل المسجد انا قلت لي هذا اها هو قال نادو قال ابو سفيان ما انا فكودي قالوا ما أنا بمي مويهك وانا أقول ويلي ونما وما تغني ما أنا عمنا ذلك قال ما وانا بسم قالوا من دخل المسجد وده فهو عامل ويبتك الفارس ومن أغلق ما أنا عليه داره فهو عامل ويهي شغل قال لي مونك يناتشو كان أمني بي ما أنا ممرار فرق الناس إلى دورهم كان كريم يفاي قال لي من وإلى المسجد بأفي جمع وجاء حكيم بن هزام وبدل بن ورقاء إلى رسول الله جاء نرى النبي فصلى ما معنا بجبل فأسلم بجبل وبايعاه بمائه ثم بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام النبي نون نلبي ما نبي يدعى قريش ينقل جبنة قريش ينقل إلى الإسلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة النبي نادي مكة وضرب قبته على مكة ووجد تلميذ مكة ما يعرف الشهر في مكة
وأمر خالد بن وأمر خالد بن الوليد ما أنا في من أسلم من خزاعة وبني سليم أن يدخلوا من أصلك فيمني ما أنا أورا قرق تجمنا بالله بني خزاعة بني سليم يبني أتلو إلا سمك وقال لهم لا تقاتلوا إلا من قاتلهم أها سنجينهم فتكبس وانا قرق حدي مر وانا تهين دي جدا وأمر سعد بن عبادة ويمني أورا أن يدخل ما أنا في بعض الناس يوانا هي قيم فقال سعد يا أبا سفيان اليوم يوم ملحمة عندك ونيالوم ما أنا يوم المرحمة في الحرب نيالوم هاري اليوم ما أنا تستهل الحرمة عند ما أنا هرم وتكفي من قبل ما أنا فقلها النبي ما أنا على ذلك عني بنين ما أنا فأمر ما أنا هنا على لسان علي الكرم الله وجهه أن يرفع الرأس لابنه قيس ما أنا أبي أروي تتما أنا هنا قيس بن سعد بن عبادة يتتما أنا هنا ضراري سعد بن عبادة سعد بن عبادة وأخبر ما أنا أبا سفيان أنه لم يأمر بقتل قريش وحال أبو سفيان يقول قريش يقول هي قرر يمراني وبره وأن اليوم يوم المرحمة عندك يلوم يرمين وانا يلوم أهري وأن الله أنه الله يعز قريشا ومجدنا قريش يقول وخسي سعد أن ابنه يقو ما أنا من حسين حيدر ما أنا saad wuri kadi biyum to taado kadi wadde kadi maana fitina yene mum maana kadi balla kara zaari kadi nabi yahabbi anni kadi dafa wuri zubay ani tetti ala zara ko mon jogi wa kadi tetti ala wuri kadi zubay wa kana maana ala rasul nabi sallallahu alaihi wasallam muhajirin ma zubayr aidan ko zubayr kadi jogi na zara ko anni do fa ba'atha huwa ma'ahum muhajirin o de maana no ummina de makka feribe wa khayri maana no kuti magga wa amarahu an yadkhula min a'la makka fa yamri wa naati tugu to de makka wa an yaghruza maana ra'ayatahu bil hajj wala ya brawata ya ti hangato hay goto ya re hawar ko amma Khalid ibn Walid mana fagata fagati ma ala quraish mana aw ari quraish an gol wa bani bakhrin wala ahadith mana an bi asli makkah fagata lu mana de kabe dedo fahazamuhu allah allah qulin walam yakun bi makkah jital ghayr zalika bi rakal fagut lam yal mushrikin mana isna asar rajul yene ne hefer be warama hen sapko e gor gor أو ثلاثة عشر رجلا ولا ما أنا سبوي تطر ولم يقتل من المسلمين إلا ثلاثة ما أنا جد بي وراهن تنكو تطر وكان قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوا إلا من قتلهم سواء أني بيبي ريب هدو بكبر سواء أنا يكبر إلا نفر النوم سماهم ما أنا هنو سنا كد أمر ما أنا بكتلهم هو تنيم يوجنج ويبسن كبير من برين وإن وجدوا ما أنا تحت أثار كعبة ويجي حسين تودن كوي بي لس كعبة بيرو مريبي منهم عبد الله بن سعد وعبد الله بن حنبلة بيرو كان أقر أسلم بيان جبين الله ثم ارتد من جد ومنهم ما أنا جنيتان وربيدو كان ما أنا جاوين كانتا تغنيان ما أنا بيرو كيما النوم بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حنبلة أولو خدل أولو يمثل ومنهم الحويب ابن وهب أولو بركو ومن كيس بن سبابة وأنا سنفر وإيما ودمي فأنا فأنا أنا بأني يادو أني بيرو بها يجل في يوم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ويأتي لما مع النبي الناس حتى جاء معنا هنا البيت أو رسوله فداف به سبعا على راحلتي أو أردوان معنا مهندا ستمكو يمجد الله بجيري يستلم الركن وأنا أمو معنا بوشه الركن بما حجني معنا في يدي ولما قد أطوافه يانو قسمي إذا بنقو بالمك دا سمعنا بن طلحة ونسيه رفرك فأخذ منهم ابتها الكعبة وإبتي موشا شكر الكعبة فخشع له أنه ابتسنه فدخلها وناتي سودن ثم وقف على باب الكعبة ودرد من الكعبة وقال استكن له الناس من مسجد في مسجد النور فقال أبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبي ما ناديته على سونا الله sadag awa adahu o gondi ko dorde o fonno wonde ma makka uddudi wa nasara abdahu o wallima kiluma ko muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hazama al ahzaba o fo li talle wa adahu kanko tan حتى أدركم المقابر صلى سوف تعلمون ثم صلى سوف تعلمون قوي على هاكم معنا سخل ميون ونجم بقى قادة سعد الله التكاثر معنا هفنات إما معنا هفنات شرقة سندر زمين برما هيد معنا جول هيري روز سندر زمين برما هيد معنا جبه وز سندر زمين برما مولد معنا جنسا قوي من دون سخل ميون معنا قادة سعد الله
سيدهم تخدم يوم نعم حتى زرتم عندي رجل المقابر ما أنا قابل أنا هما إذا تنو جغلي زيادة جري نعم تخدم هي أدن جنت المنقل نعم يا أدن جن جودة لها جاء نعم يا أدن جس بهاي هذا نعم هنا هو يسأل ما نعم أي جدي كان معنا هم قالي الله كم معنا جغنا ما جد لانك نعم ويدون دو سخدم يوم تام نعم حتى زرتم هما أنا عندي رجل المقابر ما أنا قابل نعم أنا هما نعم وَلِيُّ النَّارِ كَلَّا عَلَا بَرَبَلَيْنَ كَانَ كَانَ لِمَانَ وَابْنُ كَانَ كَانَ عَلَى حَيْثِ نَرَنْدَرُ نَ مَا نَفَيَنْ كَمَا أَلَّمَ بَاسُهُ قُلْ اللَّهُ عَلَا وَإِذْ سَوْفَتَ عَلَمُ أَرْمَنَ مَا نَهَنَ غَنْدُرُ وَلِيُّ ثُمَّ يُجِيرُ كَلَّا سَوْفَتَ عَلَمُ مَا نَ عَلَا سَوْفَ مَا نَ كَذِ أَرْمَنَ غَنْدُرُ لَكِنْ مَا نَ بَتَنَ وَكَذِ مَا نَ هَنَ دِمُ حَادِيدُ مَا نَ جِنْ لَكِنْ أَنْتَ أَتَنْ جِي سَيْوَنْ بَيْنُ أُنْ غُبِيَ اللَّهُ أُنْ كُتَنِي مَا نَ وَتُ بِذِ مَا نَ هَنَ هَيُ بِذِ جَوْدِ وَلَهِ هَيُ بِذِ جَوْدِ تَمَا نَ عَلَا كَرَ وَلَهُ كَنَ وقودي الله فاينا جاودي لم نعم فاين الافير بس موجب نعم تون غندو ما نا كو وني وقودي الله يا غندو نم تاو علم اليقين نعم ما ديني تاو غندل ما نا هنا ني نعم جو ميرادو وي لين دي لا ترون الجاهين ما هون جن ما نا هنا جاهين نعم ثم رسل ترونها ما هون جن نعم اين اليقين نعم ما نا انت دي در ما نا هنا ني نعم اي معنى اين اليقين نعم علم اليقين حد اليقين نعم كل يوات نعم ثم يتا ما نا نو علم اليقين نعم وان بري وند معنا عليه سلف اي اين اليقين اي معنى حق اليقين كوني اين اليقين علم اليقين وني من كارني ما هذا هو لي كمن كارن ماكو لا تجرن ما اوي لو كان عيان انا وانت نقول دو وي معنا هنا كبه علم اليقين اين اليقين وني من كارني اي ادن نقول فنا يري كدي جرما ليك كو دو من كمن كارن حق اليقين ولي معنى أي هون ده من كارني أي كذا هو كريم هون ده جنب هذا عند الدين في من ذلك هذا حق اليقين ثم معنى جو مرار جنتيلو هنكلتي معنى وانتو أبينو معنى جنتيلو خلي حق اليقين وانتو أبينو ده معنى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حيوة تدري الجحيم إن هذا له حق اليقين معنى سورة الواحد جارو جاري فو معنى كني معنى دي دو غري سيكور سيكور دي دو تجي فإلم اليقين معنى هنا أين اليقين معنى هنا حق اليقين إلم اليقين من كال نيم أجابي كناكي حق اللي ماهو أقوم جني آيانا نام عن تنكو من كال كوكو أين اليقين من كال نيم أجابي فالكتا يري يترما ينفيا حق اليقين من كال نيم أجابي أيري يترما كتا أقول لي saay ko fikkal wonno asiya ma hen andi noy wala saay ko neema wonno wodi wono kada hen andi noy tan kadi maana andi habul yani mo nyanka da ba sa biya tumani ko wi summa refino la tiro wonna hanyen hen ma on ji jayinge ayna li yakini maana taw ko ya yitere maana hano jigol yanen tumma la tusalun yetti o sa sey on ji jayinge non ma on nam yawma yin on yalo ma anin naimi ga ga neema ji gondo lenum tay maana haade ko on biyama ko ma tan jittuno ga bibbe ko oran ma tingire jawdele ko so tay on ganduno maana ko woni hen wattande kala an ka on batta dum den de wonno sey on ji jayinge maana hano maana jahima ge on ko leyama ge jang on na nam on kam maana ko mbara ga aduna ga ay ma on kal kam maana ko mbara on jara kam maana ko be yara ko adere bi to to no wala jaw ayo jukko na سورة معنا عن الأفر معنا عن الدير ومعنا عن السموار ومكي ينكور ولا على أيام خير معنا عن كون مدين ينكور كون مدين وانا مدين معنا عن بيدنا عائشة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله لله
وفي تنجو ميران وعلى عصر ميوان ريمانا على تقصى مانا يعمل وانو مانا ونبي دون دفع صلاة تقصى من صلاة المصدى مانا لأينا مولد مكو وفي تنجو ميران وعلى عصر وعلى علاكم ميوان ريمانا على تجد تقصى من صلاة وعلى وعلى عصر ميوان ريكمون يعني مانا دون نبي عصر لما مانا قوي دمون هم تجري عدن نبي عصر وفي ميوان ريدون دائنا إن الإنسان عين يتنج ليلة في خسر مين يفرت عند زين ندرم وتواصوا معنا بالبصير وهو بصير معنا المسجد المؤمن بالحق يقوم وعرض معنا المسجد الاقوام رب الله سيدا من قال ما نبغي يا رب الله قال ما تقول هذا الله قم يا رب تابتني المسجد ما وتواصوا بالمسجد كان يدي سبي يوم يوم دكتور الله وتواصوا الله بكاذب من حالات ايدي حالات هذه المسجد ما انت تقول جاي نكون مولين بس وكم معنا بني بني حق مولين الله هي هذه كان حق مولين انت ما نحن كسي من ذكر معنا دندو دندو في معنا ان جمعنا يوم Jadi kalau di mana teman ada dua orang yang bersendiri, teman ada teman yang bersendiri mana? Kalau sama ada bahagian pun bahagian, bersendiri mana? كبدأ أخذ الإيمان وفروه معنا عنهم وفروه من الضعات واتباع الصلاة الثالية والزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة معنا قد يهوك جعدن تفتاد الله رأيت معنا عنهم مجبك مرر معنا رودا جعدن معنا عنهم ريك في الآخرة رواسوا بالسبجل كرر أنسير الاختلاف المقبول والصبر إذا كان داخلا في أمور حج إلا أنه معنا أفرده بالذكر إيتنا عن بثانه معنا دون قوانا كل مون جمعنا فياك معنا عنهم بما فيه من زيارة في أفس النفس معنى رواية رواية الله فأنا معنى ترامو يعني وانا ورغدا بحكام الربوبية مجد كدي فإن عوض معنى هل تروي ورغ يمنا يمنا يأن بسي بيانا يما باطل إنه هن لئن لوكو كدي معنى هنا الزن يمزم يم قولوا على الدعج وعن المعصية وعلى البلايا معنى هنا تري مصيبات وهذا ما ذكره المفرس وجير على المعنى الرنكو إن الإنسان فنبنك إذا أمر في الدنيا وهرم لذي نقص تطير مورنا فأولا يبتن ومعنى تقول أستان وتراجع معنى حسدا ومعنى إلا الذين نون آمنوا وانا بين قوانين فإن الله يكتب ما نحن أجوره وما حسن أعمالهم الذي كانوا يعملون هاتي صبابي وصحتي لكنهم صنع قوانين وان قرب أنه ألا ما نتسكى في الشكل آخر أي سمونين ما نحن سنجل لنسى وإن دوف ما نحن فإنهم من وإن دوف ما نحن عجسام لا ينقصون ما نحن بأسن داخل فن يقول لهم إن ما نحن في المرار بما نحن إلا الذين عاملوا على المسالحات ما صنع بأن ما نحن قوانين بما نحن قوانين بما نحن قوانين سورة الأحمد الله يا رب كمارن معنا عبدي خمتي أنقار وبدي بني بدني أنقار كارن معنا نوري معنا هنا آيج معنا هنا جياني بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أخذته كلا لينبغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة عليهم مصدى في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله ولمعنى ولمعنى ريالكم والطيب على أبشان ولنا ورد جهل جهنم جهل جهنم معنى نبيه وفي وعيد المعنى أجر بالكل كل هم الذي موادني كلا معنى بيهم ثم الذي معنى مرسان بالكل هم الذي موادني كلا معنى هنو نهو ثم الذي معنى هنو بيهو يعملون أنك رواند ونو نوضي أني صلى الله عليه وسلم عندنا مكة والله في مدينة ستاي معنى هنو أني بيهو معنى يتمام بيوالله قوتو يجود به كان معنى جاي به كربيني دون يتوسخان كربيني walla maana tay do ngone biñ to fop ci kadi ngone ñoti ya na yide am kay ngone halde ala non ci sinema be maana dum